هذا اليوم حول قوانين كيرشوف. كيرشوف لاو، كيرشوف لاو طبعا قوانين جدا مهمة في تحليل الدوائر الكهربائية، عدة قانونين لهذا كيرشوف لاو، أما يكون قانون الكيرشوف كارنت لاو أو قد يكون كيرشوف فولتج لاو، طبعا راح نشوفهن واحد واحد شنو هذين القوانين. الأول قانون هو الكيرشوف كارنت لاو، كيرشوف كارنت لاو هو اللي نرمز له بالكي سي ار. هذا القانون كتعريف يعتبر هو algebraic sum of all the current entering the node is zero or sum the current entering the node is equal to the sum of the current leaving the node that node. شنو أقصد بيها؟ طبعا هذا كتعريف موجود بالملزم، أقصد بيها جميع التيارات الداخل على أحد النودات، جميع التيارات حاصل جمع كل التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي لنا صفر، أو قد يكون حاصل جمع جميع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي حاصل جمع التيارات الخارجة من هذا النود. طبعا خلينا نشوف شنو أقصد بيه. كقانون قلناه نسي عرفناه، أقصد بهم جميع التيارات الداخلة على هذا النود، يعني حسابي احنا نعرف أخذنا بالمحاضرة السابقة شنو النود يربط لي على أكثر من برنش، جميع التيارات الداخلة على أحد النودات يساوي لنا صفر، يعني مجموعهم كلهم يساوي لنا صفر، أو قد يكون مجموع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي مجموع التيارات الخارجة على هذا النود. نشوف شنو أقصد بيها، قد يكون حاليا مو واضح هذا الشيء. فرضا هسه احنا واضحة عندنا شنو معنى أقصد بالنود. فرضا عندي هاي دائرة، تمام، هاي الدائرة بها أكثر من فرع، هذا الفرع الأول هذا الفرع الثاني، تمام. هاي شنو معناته؟ هنا تمثل لي فرضا مقاومة، هنا أيضا مقاومة، هنا هاي الدائرة كم نود بيها؟ بيها نودين، هذا النود الأول لأن هذا يربط لي بين هذين المقاومتين، وهذا النود الثاني. شنو قلنا التعريف الأول؟ التعريف الأول حاصل جمع جميع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي لنا صفر، يعني عندي فرضا هذا التيار الكلي، التيار الأول، التيار الكلي، طبعا هنا هاي النود اعتبروها هي نود وحدة، هذا التيار الكلي، هذا التيار الكلي ايش راح يصير بيه؟ راح يتفرع الى فرعين، الفرع الاول راح تمثل لي هذا، والفرع الثاني هذا التيار، هذا التيار الاول هذا التيار الثاني، هذا التيار الكلي راح يتفرع الى فرعين، الفرع الاول والفرع الثاني. زين هذني نشوف التعريف الاول، حاصل جمع جميع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي لنا صفر، يعني شو معناته؟ هنا أنا أقصد بها الداخل على أحد النودات، يعني فرضا التيار الكلي هو داخل على النود I total، زين اللي هو راح يكون سهم مالته منه، اللي بعد النودات شو يعتبر؟ يعتبر كأنما يعني كأنما هنا مقسوم، هذا الأصل مقسوم إلى اثنين، شو يعتبر؟ إذا راح يكون الأول التيار الكلي ناقص التيار الأول، طبعا أقصد بها مجموعة يعني قد تكون الإشارة سالبة يعني عكس التيار الأول، التيار الأول ناقص التيار الثاني يساوي لنا صفر. ليش يساوي لنا صفر؟ لأن هو أصلا التيار الأول تفرع انقسم إلى قسمين، قسم من هالجهة راح والقسم الثاني من الجهة الثانية، يعني كأنما التيار الكلي صار به قسمين، لو نجمع يعني هذا التيار الواحد والتيار الاثنين نجمعهم سوا نطرح من التيار الكلي كأنما شو يصير لنا؟ يصير يساوي لنا صفر. التيار الكلي حاصل جمع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي لنا صفر، تمام؟ هذا التعريف الأول اللي هو فرضا هاي summation. summation معناه شنو؟ مجموع جميع التيارات الداخلة على، ليش؟ لأن هذا اتجاه السهم هذا الأول، وهناك أنما متفرع إلى فرعين. التعريف الثاني يقول لك هو مجموع التيارات الداخلة على أحد النودات تساوي مجموع التيارات الخارجة من أحد النودات. شنو معناته؟ معناته استفرضا عندي هنا التيار الكلي I total داخل على أحد النودات، تمام، تساوي مجموع التيارات الخارجة من هذا النود، يساوي لنا شنو؟ كأنما اتفرع على فرعين، يساوي لنا التيار الأول زائد التيار الثاني. تقريبا هذا مشابه إليه، بس هو نفس المفهوم أو نفس الأساس اللي يعتمد عليه. بالبداية يقول لك لا، إذا كلهن الداخلات على أحد النودات يعتبر صفر، ليش؟ لأن هنا بالأول داخل على هذا النود، الثاني مغادر إليه يعني خارج من هذا النود، يعتبر كأنما إشارته سالب،
هنا هذا الثاني ايضا طالع من النود كانما شنو اشارته؟ اشارته سالب، تمام؟ هنا هذا التعريف الاول. او التعريف الثاني، الاشاره التيار الداخل على النود تساوي مجموع التيار الخارج من النود يساوي مجموع التيارات الخارجه من النود، يعني تيار التوتال يساوي لنا التيار الاول زائد التيار الثاني اللي هو راح يكون نفس المفهوم. طبعا ناخذ مثال بسيط على هذا الموضوع. فرضا عندي هذا التيار، هاي الدائره، يقول لك احسب لي التيار الكلي، تمام؟ التيار الكلي شو نشوف احنا النودات؟ طبعا هنا عندي، خلي بالكم هنا التيار، تيار التوتال، هذا التيار التوتال اشارته بالسالب بالموجب؟ ما ادري انا، يعني قد يكون بالسالب قد يكون بالموجب. هنا يقول لك حاصل مجموع ذني التيارات، التعريف الاول، حاصل مجموع التيارات الداخله على احد النودات شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر، تمام؟ يعني شو يكون؟ يكون عندي التيار الاول، لاحظوا اتجاهه، اتجاهه للاعلى، يعني السهم مالته يكون هذا الشكل. التيار الثاني لا، خارج من النود. التيار الثالث لا، داخل للنود. ليش اقول لكم داخل النود؟ لان يعتبر هذا كله كانه ما شنو؟ نود وحده. نجي نشوف التيار الاول ايش قد قيمته؟ 2. التيار الثاني كانه ما شنو؟ خارج من النود، اشارته سالب، 1. التيار الثالث ايش قد قيمته؟ 3. بس شنو؟ داخل النود ايش قد يصير؟ زائد 3. ايش راح يصير المجموع عندي؟ المجموع عندي يساوي لي 5 ناقص 1 يساوي لنا 4. اذا التيار الكلي ايش قد عندي قيمته؟ التيار الكلي ايش قد قيمته؟ 4. بس خلوا ببالكم هذا التيار الكلي قيمته بالسالبة لو قيمته بالموجب، اتجاه السهم مات التيار الكلي للأعلى لو للأسفل، إذا كان للأعلى معناته قيمته بالسالب، إذا قيمته للأسفل يعني معناته قيمته بالموجب، يعني التيار الكلي ذني فقط. ايش راح يكون عندي؟ بما أن عندي هنا المتغلب ايش قد عندي؟ قيمته 2 أمبير للأعلى زائد 3 أمبير أيضا للأعلى ايش قد؟ 5 ناقص 1، يعني يكون اتجاه التيار المن للاعلى. ايش راح يكون عندي؟ يعني هنا قيمه التيار راح يكون اتجاه السهم للاعلى، لان هو متغلب عندي. ايش قد قيمته؟ قيمته 4 امبير، تمام؟ لو كان لا، الاسهم ذني بالعكس، نفس الدائره لكن الاسهم بالعكس. الاسهم بالعكس راح تكون يعني السهم الاول او كلهم نفس الاتجاه، يعني فرضا اول خلينا نقولها بالعكس، الاول راح يكون شنو؟ السهم مالته يمه للاسفل، الثاني السهم مالته للاعلى، الثالث السهم مالته يمه للاسفل، تمام؟ اذا اريد المجموع التيارات ذني ايش راح يكون عندي؟ الاول ايش قد قيمته؟ قيمته 2 امبير، الثالث قيمته ايش قد؟ الثاني قيمته 1 امبير، والثالث قيمته 3 امبير، نفس القيم. ايضا هذه المشتركات بنفس النود. نجي نطبق عليه القانون، ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي اول واحد فرضا، يعني تعتبره اذا هاي اشارته موجب، شو يصير عندك؟ 2 ناقص، الثاني لازم بما انه عكس لازم عكس الاشاره، او تعتبر هذا اشارته سالب، ها؟ وهذا الثاني اشارته موجب، او تعتبر هذا اشارته موجب وهذا اشارته سالب. هسه بالبدايه ايش قد عندي هذا؟ عندي قيمته 2، موجب 2، اذا هذا عكسي يصير شنو؟ ناقص 1. هنا هذا شنو؟ مساوي للاول، الاول اعتبرناه بالموجب راح يكون زائد 3. ايش قد راح تكون قيمته؟ قيمته 4 ايضا امبير، لكن اتجاه السهم اذا اريد نرسم الدائره النهائيه شنو راح يكون؟ يكون اتجاه السهم للاسفل، تمام؟ يعني كان بالبدايه للاعلى، او قد تكون تقدر تمثلها بغير شكل، يعني هنا بالبدايه تعتبر هذا بالسالب، يعني سالب 2، هذا بما انه عكسه راح يصير موجب 1 زائد العفو سالب 3، ايش راح يكون عندي؟ سالب 4. بما ان سالب 4 انا اعرف هذا اتجاه السهم وين راح يكون؟ للاسفل، من اتجاه الثاني طبعا مو من اتجاه الاول، تمام؟ طبعا هذا ما يتعلق بقانون كيرشوف كرنت لو، او قد يكون يعني احنا وضحناها، يعني كل واحد كمراجعه كل تيار راح يتفرع الى مجموعه تفرعات، راح ناخذها اكثر بالتفصيل، يعني احنا بس كشكل دار، اذا ناخذها على شكل مقاومات راح يكون تفصيل، يعني يصير اوضح لها الدار. طبعا هذا اخذنا القانون الاول، ناخذ القانون الثاني اللي هو كيرشوف فولتج لاو. كيرشوف فولتج لاو نرمز له بالكي في ال. شنو قانون شنو تعريف كيرشوف فولتج لاو؟
مجموع الفولتيات الموجودة ضمن الكلوز باث يساوي لنا صفر. شو يقصد بيها مجموع الفولتيات؟ يعني هنا هذا الكلوز باث يقصد بيها اللوب، كلوز باث المسار المغلق. جميع الفولتيات الموجودة ضمن المسار المغلق ايش قد قيمتها؟ قيمتها صفر. يعني هنا شنو عندي؟ هذا إشارة ايش قد؟ هذا ناقص زائد. طبعا الفولتية الثانية بما انها إشارة زائد ناقص راح تنقلب القطبية، راح يصير هنا زائد ناقص عكس هذا. يعني هنا بداية ناقص زائد يصير هذا زائد ناقص، هذا شو تمثل الـ V1؟ هذا شو تكون؟ يعني عكس المصدر، فولتية المصدر ايضا زائد ناقص، هذا تمثل الـ V2. يكون تعريف مالته هنا نفرضها الـ E، مجموع الفولتيات داخل ضمن الكلوز باث او ضمن اللوب الواحد تساوي لنا ايش قد؟ صفر. الفولتية الأولى ايش قد؟ نفرضها هو E. الفولتية الثانية بما ان طبعا هنا ناخذها اتجاه عقرب الساعة، ناخذ اللوب هنا بما ان الفولتية الأولى ايش قد؟ موجب E. الفولتية الثانية ايش قد؟ يعني هنا الاوتبوت مالتها هنا زائد صايرة ناقص، الاوتبوت مالتها ايش قد؟ الفولتية القطبية ناقص V1 اشارتها سالب، الثاني ايضا داخل زائد صايرة انه وبعدين ايش قد؟ ناقص. اذا القطبية للفولتية الثانية ايش قد؟ على 3 اوم ايش قد قيمتها؟ ايضا ناقص V2. شو يساوينا؟ يساوينا صفر. يعني قلنا مجموع الفولتيات على المقاومة راح تكون قيمتها ايش قد؟ صفر. طبعا هنا يساوينا 20 امبير، هنا قيمتها 20 فولت. تمام، قيمة الفولتية. زين طبعا ذني الفولتيات كل قانون. اذا اريد نوجدها طبعا نطبق القانون، ايش نكتب؟ 20 ناقص V1 ناقص V2 يساوينا ايش قد؟ صفر. نطبق قانون اوم. قانون اوم شنو عندي؟ الفولتيه شو يساوي؟ يساوي لي التيار في المقاومه. طبعا احنا بما ان هاي دائره سيريز، هاي دائره السيريز ايش راح تكون عندي؟ تكون عندي جميع التيارات في دائره السيريز تكون مساويه والفولتيات تكون مختلفه. بالبدايه شنو قلنا؟ قلنا التيارات تكون مساويه والفولتيات تكون مختلفه. يعني نوجد الفولتية المن للمقاومة الأولى. الفولتية واحد شو يساوي لي؟ نطبق قانون أوم، يساوي لي تيار بما أنه قيمته مساوي التيار، تيار في المقاومة. شو يساوي؟ مقاومة واحد. تيار ايش قيمته؟ ما نعرفه. المقاومة ايش قيمتها؟ 2 أوم. راح يصير عندي قانون 2 في التيار الأول. في الفولتية الثانية شو يساوي لي؟ يساوي لي التيار في الـ R2. ليش قلنا ما قلنا I2؟ يعني عندي هنا التيارات في الدوائر التوالي تكون قيمتها متساوية، لكن الفولتيات شبيهة مختلفة. I في R2 شو يساوي؟ R2 ايش قد قيمتها؟ قيمتها 3 في التيار. تمام؟ 3 في التيار. طبعا عندي هاي معادلة رقم 1، هاي معادلة رقم 2، هاي معادلة رقم 1، ومعادلة رقم 2 نعوضها بالقانون الرئيسي. هذا عندي القانون الرئيسي. اوكي نجي نعوضهم. ايش قد عندي قيمته؟ 20 ناقص الفولتيه الاولى ايش قد عندي؟ 2 امبير، 2 في التيار ناقص الفولتيه الثانيه ايش قد قيمتها؟ 3 في التيار. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. نجي حاصل مجموع عندنا ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي 20 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5 في التيار يساوي لي صفر. اذا قيمه التيار ايش راح تكون قيمته؟ قيمته 4. يعني هنا قيمه التيار في الدائره هاي جميعها ايش قد؟ قيمته 4. هسه اقدر اوجد الفولتيات على كل مقاومه. عندي انا توفر لقيت حسبت التيار وعدي هنا المقاومة، إذا أنا أقدر أحسب الفولتية. طبق هذا، نعوض التيار بالمعادلة الأولى والمعادلة الثانية. التيار الفولتية واحد شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التيار في المقاومة واحد، التيار ايش قد؟ 4. المقاومة واحد ايش قد قيمتها؟ 2 في 2 شو يساوي لي؟ يساوي لي 8 فولت. الفولتية الثانية شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التيار في المقاومة 2، التيار ايش قد قيمته؟ 4. مقاومة 2 ايش قيمتها؟ 3 في 3 شو يساوي لنا؟ 12 فولت. طبعا هنا هذا الفولتيات اذا اريد نتاكد من حلنا صحيح لو لا، نجي نعوضها وين؟ بالقانون الرئيسي.
ايش قد عندي؟ 20 ناقص في 1 ناقص في 2. 20 ايش قد؟ 20 طبعا ناقص الفي 1. الفولتيه الاولى ايش قد قيمتها؟ 8. الفولتيه الثانيه ايش قد قيمتها؟ 12. نجي نكتبها 20 ناقص 8 ناقص 12 يساوي لنا ايش قد؟ اذا تحقق عندي قانون اوم، لو ما تحقق تحقق عندي قانون اوم، مجموع الفولتيات ضمن الكلوز بات ايش قد قيمته؟ صفر. مجموع الفولتيه الرئيسيه ناقص مجموع الفولتيه الاولى ناقص مجموع الفولتيه الثانيه ناقص الفولتيه الثانيه ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا صفر. يعني 20 ناقص 8 ناقص 12 ايش قد قيمته؟ تساوي لنا صفر.